بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم نهائي البطوله العربيه لكره السله، النادي الاهلي ونادي الكويت الكويتي في لقاء لا يقبل القسم على 2. المباراه ستقام على صاله برج العرب بالاسكندريه في تمام الساعه 6، واحنا معاكم دلوقتي من الساعه 5 الاستوديو التحليلي، هندي لحضراتكم كل كواليس وامور حصري مش هتشوفوها غير على قناه النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم سريعا، امبارح كانت مباراه كره السلة قبل النهائي في نفس البطولة ما بين نادي الزهراء التونسي والكويت الكويتي، وفاز نادي الكويت الكويتي وتأهل للمباراة النهائية على ما أتذكر 83-80 كانت نهاية اللقاء. وجي بعديه مباراة اللي شدت أعصابنا كلها، المباراة اللي شدت أعصابنا وخلتنا متابعين اللقاء يعني زي ما بيقولوا بأعصاب يعني متدهوره تماما، كان مباراة الاتحاد السكندري أو النادي الأهلي والاتحاد السكندري، وفاز النادي الأهلي بعد إكسترا تايم في مباراة يعني حبست أنفاس الجميع. ده كان مشوار الفرقتين حتى تأهلهم يعني يمكن قبل النهائي بالنسبة للاثنين حتى النهائي النهاردة إن شاء الله. قبل مباراتنا الساعة 4 بتقام مباراة الثالث والرابع، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي الكواليس في أوتيل أو مقر إقامة الفريق، والكواليس الحقيقة دي مش هتشوفوها غير على قناتنا، الكواليس دي كانت النهاردة. كاميرا قناة الأهلي كانت هناك مع ابطالنا زي ما وعدناكم منذ البدايه. في البدايه قبل ما اروح لاي شيء خالص، او نتكلم في تفاصيل، بحب اشكر المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، وبشكر سياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، والكابتن اسلام الشاطر مدير تنفيذي شركه برزنتيشن لايف، والاستاذ ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، لما بذلوه من مجهود مضني من امبارح، مجهود مضني يمكن كمان من اول امبارح عشان نقدر ننقل لحضراتكم النهارده المباراه على الهواء مباشره. انا بشكرهم يعني الحقيقه بالنيابه عن نفسي، الحقيقه الجهد اللي شفته وتم في النهايه كل ده بالنجاح، وان احنا قدرنا ناخد المباراه على الهواء مباشره على شاشتنا. طبعا مش عايز اقول لكم، مش عايز اخش في تفاصيل حجم الجهد المبذول حتى حصولنا على شاره البث. وكمان مش هنسى ابدا اشكر الأستاذ عبد الخالق آل خميس من إدارة قنوات دبي اللي شفنا منها كل تعاون وكل ترحاب بنقل قناة النادي الأهلي أعظم نادي في الكون لمباراة اليوم. بنشكر كل اللي حضراتكم يعني اللي أنا قلت أسميهم، لأن أكيد بذلوا مجهود كبير جدا النهارده، لأنه أنتم مش متخيلين قد إيه خد مجهود كبير إن احنا نقدر ناخد هذا اللقاء في وقت قصير جدا. طبعا كواليس دي أرجع ليها، كواليس دي وهم خارجين من الجيم وهم رايحين المطعم، إيهاب أمين نجم الفريق، مهيب وراه طبعا عمرو زهران الناشئ، عمر عزب، كل لاعبتنا وراهم، ابو النصر زي ما حضراتكم شايفين تركيز عالي من الجيم للاوتيل في جيم الاوتيل، وكمان وده سيف سمير، عمر طارق، عبد الله ناصر، ال 12 لاعب طبعا المشاركين هناك، وطبعا كان كاميرا قناه النادي الاهلي موجوده هناك، ايهاب امين نجمنا، ايهاب امين هو راح بعد الجيم غرفته عشان ياخد قسط من الراحه قبل المباراه. كان في مجهود كبير امبارح على اللاعبين، بنعذرهم اكسترا تايم، عمر عزب المنتقل من سموحه، والحقيقه البطوله دي ادى اداء كبير جدا الحقيقه، ارقامه كلها متقاربه مع تومسون اللاعب الامريكي في الصفوف، ده تومسون لسه بنتكلم عنه، اللاعب الامريكي المحترف في صفوف النادي الاهلي، ارقامهم قريبه جدا من بعض. يعني عمر عزب اثبت انه صفقه ناجحه للنادي الاهلي حتى الان، طبعا في طبعا فكوادي اللاعب المحترف، احمد حمدي النجم، يعني البطوله دي لو اتكلمنا عن النجوم هم دول فكوادي واحمد حمدي، انا بتكلم بامانه كل بطوله بيبقى فيها نجم واثنين، طبعا كل النجوم موجودين، عمرو الجندي، عمر طارق سيف، عبد الله ناصر وراهم. البطوله دي نجمها بالارقام، وهنقول لحضراتكم مع ضيوفي طبعا في الاستوديو التحليلي بالارقام، حمدي وفكوادي هم اعلى افشنسي واعلى لعيبه بتادي في الملعب. النهارده نتمنى منهم كل التوفيق، كانت مباراه مرهقه امبارح، كان في اكسر تايم، الاكسر تايم اجهد اللعيبه جدا، بس الميزه عندنا وبنقولها بكل وضوح الحمد لله عندنا سكواد كويس جدا، عندنا 12 لاعب يستطيع انهم يلعبوا، عبد الله ما لعبش النهارده اكيد هياخد، ما لعبش امبارح اكيد هياخد النهارده، ايهاب امين ممكن ما يبتديش بيه النهارده خليه في الاخر، يعني عندنا سكواد نقدر نعمل بيه مانوفر كويس جدا، ابو النصر ما خدش امبارح كتير ممكن ياخد النهارده، عمر عزب كذلك ما خدش امبارح كتير ممكن ياخد النهارده، عندنا سكواد كل واحد ينزل يأدي. اللي ملاحظ على فرقتنا الحقيقه من امبارح وهي الحاله النفسيه العاليه، اللعيبه حالتها النفسيه الحمد لله يا رب عاليه وجيده، و يعني بتحس ان هو بيلعبوا بدون ضغط عصبي، بيلعبوا حابين يبدعوا، حابين يعني يعملوا حاجه لجمهورهم،
ودي حاجه ريحتني انا شخصيا امبارح وانا بتفرج على اللقاء، وما كانش عندي شك 1% ان احنا هنكسب. بالعكس انا كنت سعيد جدا بادائهم، وكان عندي ثقه بالرغم من 15 بونت فرق في الشوط الثالث وينزلوا بعد كده ايكوال جيم. كل الناس قالت لك المباراه بتروح، انا كان عندي ثقه الحقيقه. ما بقولش كده بعد المباراه، لا انا كنت اثناء المباراه وانا بتفرج عليها بقول كده. خليني اقول لحضراتكم ان طبعا المدير الفني مستر اجوستي بوش ومعاه الكابتن احمد الجرحي والكابتن رامي الدياسطي، الثلاثه الحقيقه من امبارح قاعدين بيعكفوا على دراسه الكويت الكويتي. وخليني اقول لكم ان الكويت الكويتي معاه اثنين اجانب جامدين جدا، امريكي وبوسني، والاثنين الحقيقه معدل تسجيلهم عالي جدا. النهارده تبقى فيه مسؤوليه كبيره على مستر اجوستي واللاعبين، ازاي يوقفوا خطوره اللاعبين الاجانب، لان هم بيحطوا تقريبا 60 او 70% من سكور الفرقه. لو نجحنا ندروب هذا السكور تحت المعدلات الطبيعيه، ده هيدينا ادفانتج عالي جدا ان احنا نخش المباراه، او يبقى في المباراه انت مثلا لو انت نجحت ان انت تاخد 15 بونت او تقلل من سكورهم 15 بونت، كانك ضفت لنفسك 15 بونت في السكور، وهي دي مفتاح الفوز. ده مفتاح الفوز. طبعا بالاتصال مع الجهاز الفني عرفنا طبعا ان بيقطع الفيديوهات للفرقه الاخرى. امبارح طبعا الكويت الكويتي تم تقطيع كل الفيديوهات باللاعبين بكل شيء، وتم طبعا دراسه كل يعني فنيات اللاعبين وتكتيكاتهم وطريقه لعبهم. خلينا اقول لكم ان المحترف الامريكي بصفوف الكويت الكويتي يعني بيتقاضى مبلغ كبير جدا، يمكن من الكواليس عرفنا انه بيتقاضى تقريبا، يعني انا ما عنديش رقم اكيوريت بالظبط، ولكن هو تقريبا حوالي 600,000 دولار في العام، وده رقم كبير جدا يدل ان هو لاعب قوي ولاعب في اقوى الدوريات في اوروبا. كذلك اللاعب البوسني، يمكن يعني الاثنين بيأدوا اداء كبير ومن افضل المحترفين موجودين في البطوله. النادي الاهلي دخل البطوله مش في افضل حالاته، خلينا بس نتكلم بامانه عن الانجاز الكبير اللي اتعمل في وقت ضيق. ده انجاز عندنا الاثنين اللعيبه تومسون وفكوادي، الاثنين انضموا للبطوله، بس تومسون جه اتمرن تمرينه اصيب، قعد يتعالج لغايه بدايه البطوله، اذا ما لعبش مع الفرقه ولا ماتش. نفس الكلام فكوادي، اول ما جه اتمرن وبعد كده تمرينتين ثلاثه ودخل على البطوله. كاميرا الابطال او استوديو الابطال كانت موجوده في الاوتيل، سجلنا لقاء. في البدايه طبعا احنا قبل ما اتكلم عن اللقاء، امبارح كان مباراه الاتحاد الاسكندري، احنا بنحب نقول الاتحاد الاسكندري هارد لك، قدوا مباراه جيده جدا، عملوا يعني اللي يقدروا يعملوه، ولكن هو في الاخر لازم يكون في فائز وخسران، بنقول لهم هارد لك ومزيد من التوفيق في القادم باذن الله. عملنا لقاء، او كاميرا استوديو الابطال كانت موجوده في الاوتيل، عملنا لقاء مع الكابتن احمد مرعي، ده خاص وحصري لقناه النادي الاهلي، عملنا لقاء معاه، نشوف اللقاء ده وارجع لحضراتكم تاني. طبعا بشكر جدا استوديو التحليل، واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومن هنا طبعا من فندق اقامه لفريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده عنده مباراه مهمه، يعني مباراه نهائيه مع نادي الكويت الكويتي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات طبعا المدرب الكبير كابتن احمد المرعي، المدير الفني لفريق النادي الاتحاد السكندري. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني في البدايه كابتن اتكلم مع حضرتك النهارده على المباراه ان شاء الله هتجمع ما بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الزهراء التونسي لتحديد المركز الثالث والرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني بنهني النادي الاهلي على نتيجه المباراه امبارح، انا شايف انها كانت مباراه طليق ان هي كانت تبقى النهائي ما بين الاتحاد والاهلي، لكن القرعه يعني خلتنا كده. والمباراتين برضو على فكره صعبين برضو النهارده، يعني مباراتنا احنا مع الزهراء، لان كمان احنا نتيجه المباراه بتاعت امبارح عندنا برضو اصابات غير الاصابات اللي عندنا، والنادي الاهلي انا متاكد ان هو برضو لاعبته بذلوا مجهود امبارح في المباراه، وفرقه الكويت فرقه سريعه، فاحنا الاثنين عندنا مهمتين، سواء احنا بنلعب على الثالث والرابع او الاهلي بيلعب على الاول، المهمتين صعبين يعني مش سهلين. كابتن احمد ان شاء الله النهارده هتستعدوا ازاي للمباراه دي؟ يعني طبعا من دلوقتي لحد موعد المباراه هتستعدوا ان شاء الله ازاي يا كابتن؟ هو طبعا اهم حاجه ان احنا عايزين نرفع الروح المعنويه للاعيبتنا، ان طبعا هم يعني عندهم خيبه امل ان هم ما لعبوش المباراه النهائيه بغض النظر عن هم كان هيلعبوا مين في النهائي، فان شاء الله بنقدر يعني بس بالبلدي كده نفوقهم شويه، علشان لان فرقه الزهراء فرقه بتلعب باسكت بول محترم جدا، فرقه جماعيه عايزه مجهود عشان تكسبها، بس ان شاء الله يعني نقدر نقوم لاعبتنا تاني يعني ان شاء الله. يعني نادي الاتحاد السكندري من اقوى طبعا الفرق هنا في مصر طبعا في لعبه كره السله يا كابتن، يمكن النهارده ان شاء الله زي ما حضرتك قلت يعني الفريق يعني طموحه النهارده ان هو يفوز بالمباراه عشان طبعا يفرح جميع جماهير نادي الاتحاد السكندري، شايف يا كابتن المباراه النهارده ازاي من وجهه نظرك؟ هي المباراه زي ما قلت لحضرتك هي هتبقى صعبه، لان احنا عندنا للاسف اصلا اللعيبه الاثنين المحترفين واحد جاله كورونا وواحد جاله رباط صليبي اثناء البطوله،
فاستعنا بواحد كده ليله البطوله يعني اللي هو سليمان ديابتي، لعيب كويس بس مش جاهز، ما يعني نسبه افادته للفرقه مش عاليه قوي. للاسف عندنا اصابات، هيثم كمال، رامي ابراهيم امبارح، اسماعيل احمد، احمد عادل، عندنا عدد اصابات كبير قوي. فاحنا هنحاول ان احنا نقنن طريقه لعبنا بما يتناسب مع العدد والامكانيات اللي موجوده وطريقه لعب الزهراء برضو. فاحنا ان شاء الله يعني بس المباراه تبقى سجال ما بين الفرقتين يعني ان شاء الله. كابتن طبعا بتمنى لك التوفيق، والنهارده بقى ان شاء الله يعني المباراه النهائيه في البطوله العربيه ما بين النادي الاهلي ان شاء الله الممثل لمصر ونادي الكويت الكويتي. يمكن طبعا النادي الاهلي يا كابتن زي ما احنا عارفين ان هو وصل للفاينل دي خامس مره، والكويت الكويتي لاول مره، ولكن الاثنين ان شاء الله يعني عينيهم على البطوله، عايزين يفوزوا البطوله انها تكون لاول مره في تاريخهم. اه طبعا، هو بس احنا مش عايزين نتكلم على التاريخ، لان الاهلي وصل خمس مرات يمكن فاينل البطوله العربيه، بس فرقه الكويت الكويتي اللي موجوده دلوقتي فرقه متميزه جدا، اول مره تبقى في فرقه من الفرق الخليجيه بتلعب باسكت بول اوروبي، مستواهم عالي جدا، نسب تصويب عاليه جدا. فالنهارده في مهمه صعبه للنادي الاهلي برضو، يعني لازم ما حدش يتخيل ان الاهلي بيلعب الكويت ان الماتش ان الاهلي هيكسب البطوله، لا انا بقول لك الماتش ده هيبقى ماتش ممتع للجماهير، يعني هيبقى ايكوال جيم. وطبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، هيبقى هو دلوقتي ممثل الصاله المصريه، وان شاء الله يعني ان شاء الله وعنده الامكانيات ان هو يفوز ان شاء الله. توقعاتك يا كابتن المباراه وشايف المباراه ازاي؟ يعني هي المباراه ما بين فرقه سريعه جدا وبتشوط، وفرقه متوسطه السرعه اللي هي النادي الاهلي، وعندها تقل في الانسايد جيم زي عمر طارق، اللعيبه الطوال بيلعبوا على لعيبه طوال، مش نسب التصويب بس عندهم، يعني عندهم سلاحين بس. رتم النادي الاهلي زي رتم الفرق المصريه، متوسط السرعه فوق المتوسط شويه، التانيين سرعه جدا يعني. فبرضه هو اداره المدربين ازاي تقدر تفرض رتمك، هل انا اللي الكويت هقدر افرض رتم السريع على الجيم، ولا الاهلي اللي هيقدر يعمل كنترول وبالبلدي كده يهديهم بحيث يوصلهم لرتمنا احنا. هي دي المباراه اللي هتبقى من الاثنين مدربين يعني. ده كان لقائنا مع الكابتن احمد مرعي، وما فيش شك ان الكابتن احمد مرعي كابتن كبير وقدير ومدير فني منتخب مصر، ونتائجه وتاريخه بيتكلموا، والحاضر كمان بيتكلم عنه. وده كان لقائنا، بنشكر طبعا سالة حامد على اللقاء ده، وعلى المجموعه طبعا مجموعه قناه النادي الاهلي اللي هناك، اتكلم عن مباراه امبارح، وده طبعا عليه اكيد التاثر بمباراه امبارح، اكيد نام متاخر يعني، برضو مباراه كانت شد عصبي شديد يعني على الفرقتين. طبعا بنشكره على توجيه يعني كلمه او مبروك للنادي الاهلي، بنشكره عليه طبعا، وبنشكره على روحه الطيبه، وده مش غريب عليك يا كابتن احمد، يمكن انت طول عمرك بتتميز بالاخلاق والخلق الكبير. يمكن نتكلم عن الاصابات اللي بيتعرض لها نادي الاتحاد السكندري، الاصابات الكتير اللي عنده الحقيقه، ونتمنى الشفاء لكل اللاعبين الحقيقه. يعني الاتحاد السكندري هو فرقه مصريه طبعا بالاكيد، وبتمثل مصر النهارده في ثلاثه والرابع، كل التوفيق وكل الامنيات للمصابين بالشفاء. يمكن سالة سالته سؤال حلو جدا، رايك ايه النهارده في مباراه الكويت الكويتي والنادي الاهلي؟ الراجل يعني ابتسم ابتسامه معهوده عليه كده يعني باخلاقه وخلقه الدمث، وقال انه المباراه النهارده بين فرقه سريعه جدا، يقصد الكويت الكويتي، زي ما قلت لحضراتكم انهم بيمتازوا يعني امريكان او اللعيبه اللي موجوده لعيبه على قدر عالي من الاحترافيه، وقدام فرقه مصريه المتوسط يعني متوسط السرعه مش عالي قوي، مقابل ان انت فرقه تقيله انسايد جيم قوي. وذكر بالاسم عمر طارق ان تحت الحلقه بيبقى عندنا ريباوند، وفي طبعا اكيد سيف سمير، وعندنا انسايد كويس، حتى اللعيبه اللي بره بيقدروا يوصلوا للمربع بكل اريحيه. بنشكرك وكابتن مرعي، والحقيقه يعني نتمنى ليك التوفيق النهارده، واكيد هنقول لكم على نتيجه المباراه النهارده بتاعت الاتحاد وزهراء تونس. طيب هنروح لمداخله تليفونيه، يمكن جمهور النادي الاهلي بقاله يومين عمال يتكلم، واللي طبعا التعليق الرائع اللي على قناه دبي، وجمهور النادي الاهلي دايما بيشيد بيه، والحقيقه المعلق اللي موجود في قناه دبي او اللي بيعلق على المباريات في قناه دبي او على البطوله في قناه دبي هو زميل ملعب، هو لعب قصادي سنين طويله في منتخب الاردن، كان نجم منتخب الاردن الحقيقه، وكان من احد اللاعبين الحقيقه احنا في منتخب مصر بنعمل لهم الف حساب. وهو توجه بعد ذلك للتعليق، يمكن حبه وعشقه هو التحليل الفني والتعليق، وابدع فيه الحقيقه في الفترات اللي فاتت. فيسعدنا ان يكون معانا عبر الهاتف من دبي الكابتن اشرف سماره، نجم منتخب الاردن السابق، وايضا معلق ومحلل قنوات دبي. اهلا بك اشرف. كابتن وحشني خالص، وشكرا على التقديم الجميلة جدا، وانا مبسوط انه مع نجم زي حضرتك مع هالقناة الرائعة لاكبر نادي عربي واكبر نادي افريقي، لاطل على جماهير النادي الاهلي واقول لهم مساء الخير عليكم. اشرف يعني تألقت كثيرا، والحقيقة جمهور مصر كله، جمهور النادي الاهلي بالاخص، تعلق بيك وتابع تعليقك، والحقيقة كان مداخلتك النهاردة مهمة. قول لي ايه سر الحوار والديالوج اللي دار بينك وبين جمهور النادي الاهلي؟
والله شوف، ومين ما بيحب جمهور النادي الاهلي، ومين ما بيحب النادي الاهلي، مين ما بيحب هذا النادي اللي كله انجازات من اول ما تاسس، خلق ليكون بطل، مين ما بيحب النادي الاهلي اللي مشرفنا دائما احنا مو بس كمصريين، كعرب في كل مكان، ومعودنا على البطولات على مختلف الالعاب الجماعيه وابرزها طبعا كره القدم. مين ما بيحب ملك افريقيا اللي بيروح بيلبس الجرافات وبيتشيك كده وبياخذ بطوله افريقيا وبيرجع لنا كعرب وهو بطل افريقيا؟ مين ما بحب كل هالنجوم اللي مروا بالكره الطائره، بكره اليد، بكره السله؟ اكيد انا من الناس المعجبين ومحبين للنادي الاهلي، وكل واحد بيتشرف بهذا النادي الكبير. انا اعطيت حقه لهذا النادي، انا لا زدت ولا نقص. الجمهور اتفاجأت بحب وكميه رسائل وصلتني على السوشيال ميديا. أنا بشكر كل واحد فيهم فردا فردا اللي عم بيسمع صوتي من خلال برنامج حضرتك يا كابتن هيثم. كابتن أشرف، واحنا كمان بنحبك، وبالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن جمهور النادي الاهلي، فعلا انت ليك مكانه كبيره في قلبنا، ويمكن النهارده يعني او البطوله دي شهاده ميلاد ومعرفه بيك، ونتمنى ان شاء الله دايما نشوفك معنا. كابتن اشرف، يمكن حضرتك تابعت البطوله عن كثب، وتابعت طبعا المباريات، شايف مباراه النهارده الكويت الكويتي والنادي الاهلي هتمشي ازاي فنيا؟ يعني انت طبعا اكيد رؤيتك من متابعه المباريات اكيد تبقى رؤيه دقيقه، شايف المباراه النهارده ازاي؟ شوف يا كابتن، نادي الكويت اقوى هجوم في البطوله. نادي الكويت لو تفرجنا على الماتشات اللي لعبها في البطوله حنشوف انه اكثر سكور سجله في البطوله كان على المطاح الاماراتي 112، اقل سكور سجله في البطوله يا كابتن هيثم كان على نادي الزهراء التونسي 83 نقطه، لكن كل المباريات كلها كانت في 90، يعني فاز على الغرافه القطري 90-69، فاز على بيروت اللبناني 96-90، فاز حتى على المنام البحريني 93-90، معناها فريق قوي هجوميا. لكن شو مشكلته؟ انه فريق عنده خلل دفاعي، وبالتالي عم بيستقبل كثير نقاط، والدليل استقبل 90 نقطة في مباراتين كابتن، يعني في كل مباراة فاز فيهم 93-90 وفاز ب 96-90. اليوم النادي الأهلي عم بنشاهده هو من أقوى الفرق الدفاعية في البطولة. النادي الأهلي أعلى في البطولة 84-82 على حساب بيروت، وأكثر سلة أو أكثر نقاط تسجلت في سلة النادي الأهلي كانت 82، معناها فريق مدافع ممتاز في النادي الأهلي. اليوم النادي الاهلي بشاهده اذا قدر ينزل سكور نادي الكويت الكويتي لحدود ال 80 نقطة رح يكون له حظوظ كبيرة النادي الاهلي بالبطولة. النادي الاهلي عنده خبرات، لأنه هي المرة الرابعة اللي بيوصل فيها للمباراة النهائية. نادي الكويت هي أول مرة بيوصل فيها للمباراة النهائية على مستوى لقب الأندية العربية. الأدفانتج عند نادي الكويت أنه فريق له ثلاث شهور عم بيتحضر الكابتن هيثم، هو في دبي ربح بطولة الأندية الخليجية، بس غير لاعب اللي اسمه اي جي اللاعب الموجود حاليا اسمه جيمس، ما عدا ذلك كل التشكيل مع المدرب الالماني بيتر شومر. الاهلي عنده خبرات، عاجبني مع المدرب اوغستين عم بيعملوا دفاع اكثر من رائع، وبصراحه انا اول ماتش شفتهم للاهلي في البطوله قلت فريق منظم، وشفنا الفرق الكبير بين الاهلي السنه دي والاهلي السنوات الماضيه، يعني بصراحه يعني شفت الفرقه غير تيمو على مستوى. اعتقد الاهلي عنده حظوظ ايضا في البطوله ليكون اول لقب. طب كابتن اشرف، يمكن احنا وحضرتك بتكلمنا احنا بنجيب تسخين فريق النادي الاهلي في صاله ملحقه للصاله الرئيسيه، ودي لقطات لايف يعني لاحماء الفريق. طب كابتن اشرف، يعني برضو ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما اسالكش على مباراه امبارح، مباراه الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد، اكيد حضرتك تابعتها وطبعا زعتها وشفت الوضع كان ماشي ازاي، واكيد حللتها فنيا بعد ما رجعت الاوتيل. قول لي انت شايف المباراه امبارح ازاي، وهل كنت متوقع مين اللي يكسب، ولا كان الموضوع ماشي سجال طول المباراه؟ بصراحه انا كنت توقعت فوز الاهلي قبل بدايه المباراه، لانه بصراحه الاهلي عجبني كثير دفاعيا. الاهلي عنده عناصر ممتازه، الستارتنج فايف الاول خمسه اللي بدا فيهم الكوتش اوغستين، عنده ايضا اضافات قادمه من البنش، وهي ميزه، هي ميزه النادي الاهلي ان عنده لاعبين جايين من البنش. يعني انت بتشوف عمرو زهران بيعمل دور ممتاز من البنش، بيجي احمد مهيب، بيجي احمد حمدي، بيجي حتى عمر طارق عرابي، يعني دول كلهم بيجوا من البنش، واذا انت اليوم عندك لاعبين بنش بالباسكت معناها عندك قوه. هنا كان طبعا تفوق الاهلي بقياده الكوتش اوغستين على الاتحاد السكندري، كان منظم كثير الاهلي دفاعيا هجوميا، صح في دقائق انا توقعت حتى رجعه نادي الاتحاد السكندري، وتوقعت انه المباراه تروح لاوفر تايم بدون شك، لكن كان الاهلي اتقل، كان الاهلي حاضر بكل المباريات وكان مركز بطريقه كبيره وكان بيستحق الفوز بصراحه. مباراه كبيره، انا بهني كره السله المصريه على عوده النادي الاهلي، لانه احنا بهمنا النادي الاهلي يرجع يكون بالمباراه النهائيه من جديد. يعني اخر مره النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه عام 2000، بالمناسبه
كابتن هيثم، كانت الماتش في دبي هنا امام اولانو مع الجزيره وقتها، وحاليا انت بعد 21 سنه بتتصل فيا من دبي، يعني بلكي التاريخ بعيد نفسه، وان شاء الله يكون في الاول القاب الاهلي هالموسم. يعني ان شاء الله الاهلي بيستحق، وهذا الاهلي مكانه الطبيعي على فكره، ده مكانه الطبيعي الاهلي، ولما بالاهلي بتشوفه بالمستوى كده في البطوله معناها اضافه حقيقيه للبطوله العربيه، فعلا اضافه حقيقيه للبطوله العربيه النادي الاهلي بهالمستوى، وبتصور راح يكون رقم صعب هالدوري في الدوري في مصر، وحتى طبعا راح يكون رقم صعب على مختلف البطولات، وبنتمنى على اداره الاهلي انهم يبقوا خلف هالفريق، لانه في كثير محبين للاهلي في كل مكان في الوطن العربي. صحيح كابتن اشرف سماره نجم منتخب الاردن السابق ومعلق ومحلل قنوات دبي، بشكرك شكرا جزيلا، وبالإصالة عن نفسي وجمهور النادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع عشان نستقبل ضيوفنا، ضيوف الاستوديو التحليلي، هنعرفهم لحضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتناول المباراه مع ضيوفي تحليليا، وهنتكلم عن الارقام والمتوقع في المباراه واللي حصل في المباراه اللي فاتت، في البدايه بحب ارحب بكابتن سيد صابر نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. اهلا وسهلا، اول مره تشرفنا في القناه، بنرحب بيك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن، ان شاء الله يبقى وشنا حلو كده على النادي. اكيد يا كابتن دايما ان شاء الله. برحب بالكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في نادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا وشرف قناه الاهلي. الله يخليك، وشرف لينا، وان شاء الله نكون وشنا حلو وموفقين النهارده ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. بنرحب بنجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ايضا واحد نجوم الجيل الجميل ومدير اداري الفريق السابق كابتن شريف علي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيثم، منور الدنيا. منور بيك حبيبي. ان شاء الله النهارده تبقى مباراه جيده، ونتمنى التوفيق للنادي ان شاء الله. باذن الله نبارك لبعضنا كده بعد المباراه بالفوز ان شاء الله. بنرحب بنجم نجوم طبعا منتخب مصر ونادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الكابتن طاهر رجب. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا فندم، منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، احنا تعودنا ان احنا ده قناه النادي الاهلي دي بيتنا طبعا يا كابتن، ولا طبعا نتاخر عليها ابدا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع عشان نكمل كلامنا ونبتدي بقى الحوار ونبتدي الارقام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله يحسم لقب البطوله العربيه في اول لقب ليه في تاريخه البطوله العربيه ان شاء الله، كل التوفيق ليهم. اجي كابتن سيد يمكن في البدايه راي حضرتك عن المباراه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه صعبه وتقيله، وخصوصا ان احنا امبارح عملنا مجهود بدني عالي جدا ولعبنا اكسترا تايم، وفرقه الكويت يعني مريحه قبلنا بساعتين، فان شاء الله ان المخزون البدني للاعبين يخليهم يكملوا الجيم بنفس القوه طول الوقت ان شاء الله، ويعني ده القلق اللي عندي في الحته دي بس، لكن فنيا ان شاء الله هنتكلم فنيا، لا احنا ممكن نكون افضل شويه ان شاء الله وربنا هيكرمنا ان شاء الله. طب يعني كلمني يا كابتن عن ازاي يقدر مستر اجوستي يتغلب على الاجهاد، اكيد في اجهاد، في لعيبه تم خاصه مباراه امبارح ما خلصتش اوفر تايم. شايف ازاي يقدر يعمل روتيشن؟ شايف ان هو هل ممكن يبتدي اول كوارتر وثاني كوارتر بشكل وثالث ورابع بشكل؟ يعني شايف الاداره الفنيه ممكن تبقى ازاي؟ بص، هو الميزه في مثلا اوجستي من ساعه ما جه لغايه دلوقتي تدوير الفريق بطريقه جيده جدا، انا عجباني ذات نفسي يعني، ودايما الروتيشن بتاعه بيدور لعيبه ما بيخليش لعيب يوصل لمرحله تعب ويطلعه، وده اللي شفناه في طول الماتشات اللي فاتت ديت، ان كل جيم على الاقل بيلعب يعني اقل جيم لعب 10 لعيب، يعني كل جيم بنلعب ب 12 لعيب، الجيم الاقل كان بيلعب 10 او 11 لعيب، يعني امبارح لعبنا ب 11 لعيب تقريبا، مفيش غير عبد الله الناصر اللي ملعبش. فدوت انا عاجبني بوش في ادارته للجيم، ان هو بيعرف يعمل روتيشن كويس، واعتقد ان هو هيدير المباراه بالطريقه دي كويس. الحاجه الايجابيه ان فرقه الكويت يعني عناصرهم مش قد عناصرنا، احنا السكواد بتاعنا الحمد لله كامل 12 لعيب ممكن يلعبوا في اي وقت، لكن فرقه الكويتي عندهم خمس او ست لعيبه
فارقين جدا عن البدائل بتاعهم، فده ممكن يساعدنا. فاوقات كتير الكويت ما كانت بتعمل التغييره دي المدرب بتاعهم كان بيروح منهم الجيم، بس لما بيرجع لعيبته الاساسيه بيعمل كومباك وبياخد الجيم تاني. فلا انا ان شاء الله متاكد ان اوجست بوش هيعمل الروتيشن كويس وهيعرف يدخل مجهود لاعبيه الوقت المناسب وهيخلص الجيم بطريقه كويسه ان شاء الله. كابتن سيد تحليل محترم. كابتن سلعاوي، راي حضرتك ايه في مباراه النهارده وشايفها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتمنى في البدايه الفوز طبعا للنادي الاهلي، لكن اللي احب اقوله ان المباراه هتكون برضو زي ما كابتن سيد قال المباراه صعبه جدا، مش صعبه للعيبه، لا صعبه للمجهود اللي اتبذل امبارح والوقت ان احنا لعبنا وقت اضافي امبارح لمده 5 دقائق تسيدناه وكل حاجه. لكن النهارده هو صراع بين المدرسه الالمانيه بالنسبه لمدرب الكويت والمدرسه الاسبانيه. المدرب بتاعنا لديه قدره عاليه جدا على تدوير اللعيبه بشكل منتظم وبشكل فعال في المباريات، ونجح جدا في المباريات السابقه، في ولديه خبرات في راحة اللعيبة وعملية الاستشفاء. أعتقد عملية سهلة. ما يعني متوسط الأعمار ممكن يفرق يا كابتن؟ يعني احنا متوسط أعمارنا نزل أقل ممكن يفرق طبعا طبعا بسرعة، لأن كل ما السن بينزل كل ما الاستشفاء بيبقى أسرع. زائد إن اللي أنا عايز أقوله يعني برضو إن النهاردة قربت قوي وبقت قدامك البطولة في 40 دقيقة، فأعتقد ان اولادنا مش هيفرطوا في البطوله. المباراه برغم صعوبتها ان شاء الله هتكون سهله وهنقدر نكسبها باذن الله. لكن برضو الكويت لها وصلت قبل ما حققتش او ما وصلتش اكتر حاجه عملته اول تاريخها تصعد لل شفنا مع اشرف سماره اشرف سماره قبل المباراه قال ان هم بيستعدوا بقالهم 3 شهور للبطوله دي. لكن خبراتنا احنا اعلى، تغييراتنا احسن، اعتقد طمعنا في المكسب ان شاء الله يكون اقوى وده هيكون الدافع ان شاء الله. طب كباتن، مباراه الزهراء والاتحاد الاسكندري، واعتقد برضو ان هم تعبوا في المباراه اللي فاتت زي ما تعبوا، يعني برضو ماتش الزهراء بتاعهم كان صعب كان صعب كان سهل، فهو نفسه هتبقى العمليه متوازنه ملحوظه صح ديفنتلي مظبوط. بس هو كابتن سيد يمكن قال ان هم خدوا راحه ساعتين قبلنا بشويه فكانت الدنيا بالنسبه لهم اريح. ومباراه انا بس ببلغكم يعني حضراتكم ان مباراه الزهراء والاتحاد الاسكندري 76-68 للزهراء، وفاضل 38 ثانيه تقريبا المباراه تقريبا حسمت بشكل كبير للزهراء. كنا نتمنى طبعا نادي الاتحاد طبعا ممثل مصر يفوز في اللقاء ده، بس هارد لك وده وضع يعني طبيعي، خصوصا لما يكون بطل وخسر في المباراه في الدور قبل النهائي بتبقى المباراه بتاعت الرابعه بتبقى صعبه قوي قوي اصعب مباراه على اي فريق. اي مدرب بيتعب عشان يقدر يقوم تاني اللعيبه او يحطهم في المنافسه مره ثانيه بعد ما هو كان بطل لدورتين متتاليتين. صحيح. طب خلينا نروح لسلا مراسلتنا من ارض الملعب ونعرف الجديد هناك. اتفضل يا سلام. مساء الخير يا كابتن هيثم، اكيد برحب بحضرتك وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت حاليا احنا متواجدين داخل يعني صاله الجيش ببرج العرب طبعا في مدينه الاسكندريه، ويمكن حاليا كمان يعني الماتش اللي شغال دلوقتي ماتش زهراء التونسي ونادي الاتحاد السكندري، واللي طبعا هيحدد ان شاء الله النهارده مين اللي هيكون المركز الثالث ومين هيكون المركز الرابع. وبعد ان شاء الله المباراه دي هتكون يعني المباراه يعني اللي كلنا طبعا منتظرينها والمباراه النهائيه اللي ان شاء الله هتكون موجوده هنا في نفس الصاله ما بين النادي الاهلي ونادي الكويت الكويتي، واللي ان شاء الله يعني تقريبا هتبتدي في تمام الساعه 6 مساء او يعني في تمام الساعه 6:30 يعني على حسب طبعا ما مباراه طبعا يعني الاتحاد والزهراء التونسي تخلص، فهيبتدي ان شاء الله بعديها مباراه النادي الاهلي. كمان يا كابتن هيثم خليني اقول لحضرتك طبعا النهارده يعني عن الكواليس واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم. يمكن طبعا كنا يعني كلنا فريق عمل قناه النادي الاهلي كانوا متواجدين في فندق الاقامه لفريق النادي الاهلي من بدري، يعني يمكن يعني لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وبعد كده كان عندهم يعني محاضره فنيه مع مستر طبعا اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي وطبعا وجميع جهاز الفني. كان عندهم يعني محاضره فنيه كان بيتكلم طبعا معاهم عن مباراه اليوم واهميتها وطبعا نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي الكويت الكويتي، وطبعا يعني اهميه المباراه وقد ايه هي مهمه ولازم ان شاء الله النهارده نفوز بيها ونحقق يعني لقب بطوله العربيه اللي هتكون يعني لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا بعد ما النادي الاهلي يعني وصل للمباراه النهائيه 4 مرات والنهارده دي هتكون 5 مرة للنادي الاهلي، وبالنسبه للنادي الكويت الكويتي هتكون اول مره بالنسبه له في تاريخه يعني في البطوله العربيه.
يمكن كمان يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه بعد يعني المحاضره اللعيبه يعني تناولوا وجبه الغداء في تمام الساعه الواحده ظهرا، وبعد وجبه الغداء يعني اللعيبه ريحوا شويه في الاوض، وبعد كده يعني بعض اللعيبه نزلوا لصاله الجيم عشان يعني يعملوا بعض التمارين والاسترتشات قبل المباراه، وفي تمام الساعه الرابعه ونصف يعني اتحرك الاتوبيس الخاص بلاعبي النادي الاهلي لملعب المباراه، ملعب طبعا الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. كمان خليني افكر يعني جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي طبعا بالقائمه اللي تضم يعني 12 لاعب في النادي الاهلي، واللي طبعا اختارهم مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي. القائمه اللي بيستمر بيها النادي الاهلي من اول مباراه يعني طبعا في دور المجموعات لحد اخر مباراه النهائيه. طبعا يعني القائمه بتضم 12 لاعب وهم ايهاب امين، سيف سمير، احمد مهيب واحمد حمدي، عبد الله ناصر وعمر زهران، عمر طارق وعمر عزب، عمر الجندي ومحمد ابو النصر، وطبعا المحترفين الاثنين مايكل تومسون ومايكل فكوادي طبعا الوفد والمحترف الجديد اللي هيكون متواجد يعني مع النادي الاهلي فقط في البطوله العربيه، ولكن مايكل تومسون هيستمر طبعا مع النادي الاهلي طوال الموسم في القائمه الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. كمان المستبعدين النهارده يعني الاوت اوف سكواد، المستبعدين من السكواد للنادي الاهلي هم الخماسي طبعا الكابتن فريق مودي الجرحي والكابتن يعني مروان سرحان وكابتن ابراهيم الجمال وسيف صلاح وبودي حسام. ده بالنسبه للقائمه والمستبعدين للنادي الاهلي. كمان خليني اطمنك يا كابتن هيثم واطمن كل جماهير النادي الاهلي على اصابه احمد حمدي، واللي امبارح كنا شفناه في مباراه الاتحاد السكندري اصيب بجرح بسيط في الراس، يعني الحمد لله. يعني خليني اطمنك واطمن جميع جماهير النادي الاهلي انه الإصابة بسيطة ما احتاجتش يعني لغرز، ما احتاجتش لعلاج، والحمد لله يعني هيكون متواجد النهاردة إن شاء الله مع قائمة الفريق، وهيكون أيضا متواجد بشكل طبيعي في المباراة النهاردة ويشارك مع جميع لاعبي النادي الأهلي. يعني يا كابتن هيثم طبعا نتمنى التوفيق، ونتمنى النهاردة لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني يفرحونا ويفرحوا جميع جماهير النادي الأهلي بالفوز والتتويج طبعا بالبطولة العربية لكرة السلة في نسختها 33 والمستضيفة طبعا نادي الاتحاد السكندري هنا في مدينة الإسكندرية. يا رب النهاردة إن شاء الله يعني نشوف أداء طيب واداء يعني جيد من لاعبي النادي الاهلي زي ما شفنا من اول مباراه طبعا في دور المجموعات لحد اخر مباراه، مباراه امبارح طبعا اللي كلنا شفناها مباراه النادي الاتحاد السكندري واللي خلصت يعني في الوقت الاضافي، مش في الوقت الاصلي للمباراه لا في الوقت الاضافي بنتيجه 78-73. يعني يا رب طبعا النهارده ان شاء الله كلنا نفرح يا كابتن هيثم ونحتفل طبعا معاك النهارده بعد المباراه في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وانا مع حضرتك طبعا لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. احنا الحقيقه ما عندناش اي استفسار، ما شاء الله انت مغطيه الامور كلها، جهد كبير من فريق قناه النادي الاهلي الموجود حاليا في صاله الجيش ببرج العرب. يمكن اجي دلوقتي الكابتن شريف علي. كابتن شريف علي هيهمني اسمع رايك طبعا نجم كبير عن مباراه النهارده. مباراة طبعا خارج التوقعات، هنلاقي فرقة على فكرة كويسة جدا وفرقة منظمة وفرقة فيها اثنين محترفين على أعلى مستوى. الحمد لله يعني احنا لو نيجي نبص لفريق النادي الأهلي فرقتنا، احنا خدنا كده من بداية المشوار بتاع البطولة، يعني الحمد لله ترتيب الفرق ساعدنا قوي ان احنا نطلع تدريجي بالمستوى الفني بتاعنا، بحيث ان انت تقابل في قبل النهائي فريق الاتحاد السكندري ولغايه توصل للنهائي مع فرقه محترمه زي فرقه الكويت. كسبت شعب حضرموت وكسبت الفتح وكسبت وداد ابو فريك لغايه لما وصلت لفريق الاتحاد السكندري، بتلاعب فرقه كبيره جدا، فرقه حامل لقب، فرقه معها محترف ومعها لعيبه مميزين جدا، وطبعا بقياده مدرب كبير كابتن احمد مرعي. الحمد لله قدرنا نتغلب عليهم، وانا شايف ان مستر اوجستي بصراحه عامل شغل حلو قوي. الشغل الحلو ده هيثم لما نيجي نبص على الاحصائيات بتاعه الفرق في الماتشات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، هتلاقي كل لعيب يعني واخد له 14 13 16 باستثناء ثلاث لعيبه كانوا دايما هم اعلى تايم بياخدوه في الجيم، وكان التايم كمان ما كانش حاجه كبيره. هتلاقي الاثنين المحترفين تومسون وفكوادي 23 24، يعني ما بياخدش الحاجه و30 ولا 40 زي الكويت. انت لما تيجي تبص على الاثنين الاجانب بتوع الكويت 39 و40، يعني يعني الماتش اللي فات ما بيطلعوش من الملعب. فمستر اجوستي
اوجستي يعني عمل حاجه كويسه قوي ان هو ابتدى يعمل روتيشن في اللعيبه دي، فهو قنن الحمل بتاعه اللعيب بحيث ان كلام كابتن سيد وكابتن بالظبط، وده مهم جدا جدا ان انا لازم ابقى مراعي الموضوع ده بحيث ان انا ما اجيش في قبل النهائي اللعيبه بتاعتي واقعه بدنيا مش قادره تستحمل. الحمد لله قدرنا نعدي بالكلام ده كله. ثلاث لعيبه متحملين شويه التايم الكبير، ايهاب امين وتومسون وفكوادي. انا شايف يعني هو عنده ميزه في حته الروتيشن اللي بيعملها، ساعدتنا ان احنا نكسب الماتش اللي فات ونوصل فاينل النهارده. هتلاقي فرقه كبيره، فرقه ما وصلتش قبل كده على فكره فاينل، او بس عندها طموح ان هي تاخد بطوله عربيه، بطوله كبيره. الحمد لله احنا كلنا امال النهارده، وانا شايف ان اللعيبه بقى عندها حافز كبير قوي ان هي في ماتش زي النهارده وصلت فاينل وتقدر تاخد البطوله. عندنا زي ما كابتن سيد كده قال، انت عندك اللي موجود على البنش احسن. احنا عندنا لو نيجي نبص لفرقه الكويت، انت لو ضغطت على الاثنين الاجانب بقى الماتش بقى اسهل، لان هم الاثنين الاجانب هم مصدر القوه بتاعهم واعلى سكور. لما نيجي للاحصائيات بتاعتهم لما كنت بتابعها، هم اعلى سكور بيحطوه في الفريق الاثنين الاجانب، هم اثنين، واحد اجنبي واحد امريكاني وواحد بوسني. فاحنا لو ضغطنا على الاثنين الاجانب دي اعتقد ان الماتش هيبقى مريح، وبصوره كبيره جدا جدا احنا ان شاء الله باذن الله يبقى الفوز كده حلفنا ومع شويه روح. انا اللي مبسوط جدا جدا منه في البطوله دي الروح بتاعت الفرقه، على فكره يعني حاجه تخليك حتى لو انت فنيا قليل انت الروح دي تعوضها. دي من اول البطوله انا شايفها، ومن اول جيم من اول دقيقه لاخر دقيقه. حضرتك لو تتفرج على ماتش امبارح بتاع الاتحاد، الروح ما شاء الله من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه حتى في الاكسترايم، والولاد مجهدين وتعبانين، لكن من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه الناس ديفنس وبيشجعوا بعض، كانت حاجه جميله جدا. طب خلينا كابتن استعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لسله الاهلي، نعرفهم برده مين اصحاب هذا الجهاز. اكيد احنا عندنا طبعا يعني المدير الفني كابتن اوجستي بوش، المدرب العام كابتن احمد الجرحي، مدرب مساعد كابتن رامي الدياستي، المدير الفني الاسطوره طبعا كابتن طارق الغنام، مدير اداري وليد الخرات اداري، كابتن محمد علي مخطط احمال، كابتن هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمد جاد طبيب الفريق، دكتور محمد جاد طبيب الفريق، كابتن نادر خزام ده اخصائي تغذيه، كابتن علاء لطفي محلل فني، كابتن محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، وعندنا طبعا يعني كابتن حامد الكاس مهمات، وده يعني من الناس المهمه جدا جدا للفريق يعني ربنا يديله الصحه والصحيه بالظبط دلوقتي طبعا طبعا كل التوفيق للكتيبة طبعا الجهاز الفني. كابتن طاهر، يمكن يهمني طبعا بحكم طبعا حضرتك وخبرتك الكبيره في الملاعب، رايك على مباراه النهارده ايه؟ هو مباراه النهارده انا في وجهه نظري صعبه، يعني مش هتبقى سهلة، لأن طبعا فرقة الكويت معاها اتنين محترفين جامدين جدا، ده شيء ان كمان تاريخ الكويت في كرة السلة قديم، يعني من أقدم دول الخليج في كرة السلة، ليهم كان منتخبات إلى حد ما قوية جدا، زائد ان كان الماتش بتاع امبارح مع الاتحاد السكندري، طبعا كابتن الكوتش اوجستي الاسباني بتاع النادي الاهلي اعتقد في نهائي الدوري لعب معهم خمس مباريات في النهائي بتاع دوري السوبر السنه اللي فاتت، فشبه حافظ تماما فريق الاتحاد، و برضك فكر بتاع الكابتن احمد مرعي صحيح. فطبعا دي عملت له سبورت جامد امبارح، سهلت عليه المهمه. انما النهارده يمكن يعني الى حد ما هو عنده فكره، اكيد درس دراسه وافيه للفرقه بتاعت الكويت الكويتي، واعتقد يعني ان هو هيبقى في شيء من الصعوبه، لان هو بيعتمد على الروتيشن شكل جيد جدا، واعتقد ده هيسهله المهمه. انا مع الراي ان هو امبارح كانت اللياقه مسعفانه جدا، لان برضك في لعيبه مش كلهم يعني كبار، وقدر يعدي بالماتش الى حد ما مفيش اجهاد يعني في ناس يعني كمان عمل روتيشن، في لعيبه مريح يا عبد الله الناصر زي ما قال كابتن سيد ما لعبش، عبد الله الناصر عبد الناصر ما خدش كتير، عمر عزب ما خدش كتير، عمر عزب حتى فكوادي نفسه ما خدش كتير،
يعني فكوادي ما لعبش الاول وثاني حاجه 20 دقيقه برضه يا كابتن هيثم. يعني تونسون امبارح ماتش امبارح حاجه 20 دقيقه فكوادي. وانا اعتقد ان هو يعني قاري الموضوع ده ان هو دول ممكن يساعدوه في الفاينل. وهو يعني باستمرار من سياسته دي حتى قبل كده هو ان هو كان بيعتمد في اوقات كتير على ال 12 صحيح يعني صحيح. ما بيقتصرش على حاجه. طب كابتن يمكن لو حضرتك تسمح يعني تستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سله او قائمه كتيبه النادي الاهلي ال 12 لاعب الموجودين في البطوله. اتفضل يا كابتن طاهر. قائمه الجهاز الفني لفريق الكويت. لا احنا قلنا النادي الاهلي. قائمه النادي الاهلي اللعيبه يا كابتن. اللعيبه مين؟ القائمه بتاعه في طبعا عمرو علاء زهران الناشئ بتاع الاهلي اللي عامل ماتشات كويسه، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، احمد مهيب، مايكل فاكودي فاكوادي، مايكل تومسون، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، وعمر طارق. صحيح دي كتيبه النادي الاهلي 12 لاعب فقط. وخلينا نروح للملعب الفرعي ببرج العرب ومراسلنا طبعا فاروق صلاح وسلا حامد من هناك. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر ليك يا كابتن هيثم والشكر موصول لضيوفك الكرام. استوديو عندك مدجج بالنجوم يا كابتن هيثم. طبعا كل الشكر والتحيه للكابتن الكبير الكابتن طاهر رجب، كابتن محمد السلعاوي، والكابتن سيد صابر، والكابتن شريف علي. وكل الشكر وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بزميلتي العزيزه سلا حامد. ان شاء الله يا سلا يكون وشك حلو ووشنا ان شاء الله وكل جماهير النادي الاهلي تسعد النهارده بفوز مهم جدا في النسخه رقم 33 للبطوله العربيه. طبعا النادي الاهلي بيصل للمره الخامسه للمباراه النهائيه ان شاء الله. يعني يوم يكلل ان شاء الله بالانتصار يا كابتن هيثم. مجهود كبير بوزل دوافع كتير جدا اشتغل عليها مستر جوستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ايضا يعني عقب فوز النادي الاهلي بدوري منطقه القاهره كانت ابلغ دافع وادت قوه لفريق النادي الاهلي. مشوار طويل جدا يا سلا، لكن ان شاء الله النهارده يكلل بالانتصار والتتويج بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا فاروق زي ما انت قلت فعلا. بس خلينا طبعا في البدايه ارحب بيك وارحب بكابتن هيثم وبكل ضيوف الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا فاروق فعلا يمكن طبعا النادي الاهلي مشواره في البطوله العربيه كان مشوار صعب بدايه من دور المجموعات حتى الان. يمكن طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين كان في المجموعه الثالثه يعني هنا في البطوله العربيه كان معاه ثلاث فرق، الفتح السعودي ونادي وداد الجزائري وطبعا نادي حضرموت اليمني. يمكن طبعا يا فاروق زي ما احنا عارفين انه بدا يعني في دور المجموعات باول مباراه ليه مع حضرموت اليمني وفاز به فيها بنتيجه 124-69، وثاني مباراه كانت مع وداد الجزائري وفاز فيها ب 68-49، واخر مباراه يعني كانت ختام دور المجموعات كانت مع نادي فتح السعودي وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 82-77. وكمان يعني طبعا يا فاروق في دور الربع النهائي والنصف النهائي. طبعا النصف النهائي المباراه طبعا اللي كلنا شفناها امبارح امام نادي الاتحاد السكندري، ويمكن يعني زي ما كلنا شفنا ان هي مش انتهت يعني في الوقت الاصلي للمباراه، لا انتهت في الوقت الاضافي طبعا بعد ما الفرقتين تعادلوا مع بعض وانتهى المباراه يعني بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-73. النهارده ان شاء الله يا فاروق يعني النادي الاهلي عنده مباراه يعني مهمه جدا، عنده حوافز كبيره جدا طبعا، وعنده يعني كل الدوافع ان هو ان شاء الله النهارده يفوز بالمباراه. مباراه النهارده طبعا مع نادي الكويت الكويتي، واحد من طبعا يعني من الفرق القويه اللي كانت موجوده في البطوله العربيه واللي طبعا ادت اداء قوي جدا طوال يعني تواجدها في البطوله. بالفعل زميلتي العزيزه سلا حامد فريق الكويت الكويتي خليني اقول لك يا كابتن هيثم واحد من الفرق القويه جدا في البطوله العربيه. طبعا بيصعد للمباراه النهائيه للمره الاولى في تاريخه، طبعا بيقوده مدرب الماني هو المدرب الالماني بيتر شومارز. خليني اقول لك برده نقطه مهمه جدا، هو الراجل اشتغل على بيستر بيتر بعد الفوز على فريق الزهراء التونسي في مباراه الدور نصف النهائي بنتيجه 83-80. يعني عقب المباراه عمل اجتماع مع اللاعبين اتكلم على الاخطاء والايجابيات والسلبيات بتاعه المباراه، ثم توجه للاعبين لتناول وجبه العشاء، ثم تاني يوم عمل كان وجبه الافطار، ثم عقد اجتماع مع اللاعبين. طبعا خلال الاجتماع اتكلم على مباراه الاهلي وكان اتفرج طبعا على مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، قدر ان هو يعرف نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي. عقد اكتر من اجتماع مع اللاعبين، طبعا عنده اثنين من اللاعبين المحترفين اللاعبين المهمين جدا، اللاعب البوسني كيكا نوفيك واللاعب الامريكي جيمس داريل.
خليني اقول لك برضو ان هو عنده دوافع جديده بواحد من المدربين الكويسين جدا، يعني شفناه في التسخين عنده هدوء عنده تركيز، عارف قيمه المباراه وعارف قيمه واهميه النادي الاهلي. النقاط المهمه برضو اقول لك عليها كابتن هيثم، ولازم ان احنا نشكر فيها اداره نادي الاتحاد السكندري على حسن التنظيم، ويعني نادي الاتحاد السكندري النهارده بيقدم صوره مهمه جدا في التنظيم ويعني الاستقبال، الامر كله مهم جدا. النهارده ايضا في يعني طاقم تحكيم من كازاخستان لاداره هذا اللقاء، ثلاث حكام، الحكم ياجني والحكم اليكس ستانكوفيتش وانطوان كوزلوف، مشوار مهم جدا يا سلام. ايضا لفريق الكويتي الدوافع النهارده مختلفه لفريق النادي الاهلي، ايضا يعني ان شاء الله حضور مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي هيكون موجود ان شاء الله النهارده اكبر دافع للاعبين. طبعا يا فاروق زي ما انت قلت فعلا، يمكن طبعا حضور يعني مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب واحد من الدوافع الكبيره للاعبي النادي الاهلي. طبعا قبل يعني البطوله كمان كان في الفوز ببطوله منطقه القاهره، واللي طبعا يعني كانت اول بطوله للاعبي النادي الاهلي في بدايه الموسم فازوا بيها، وكمان تعتبر يعني اول بطوله يفوز بيها طبعا مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني طبعا للنادي الاهلي، ان هو يفوز يعني ببطوله منطقه القاهره طبعا على حساب النادي الجزيره في المباراه النهائيه. ده دافع كبير جدا ليه ولكل لاعبي النادي الاهلي، وكمان يمكن شفنا ده النهارده طبعا يعني في فندق الاقامه كل لاعبي النادي الاهلي كانت مركزه، وكمان يعني قبل المباراه النهارده قبل ما يعني يقوموا بعمليات الاحماء يعني يمكن تمرنوا هنا في الصاله اللي احنا متواجدين فيها فاروق، تمرنوا وعملوا يعني بعض التمرينات وعمليات الاحماء طبعا عشان يعني يكونوا جاهزين اكتر بشكل قوي للمباراه النهارده، وطبعا يحققوا الفوز على نادي كويت الكويتي وفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بالفعل سلام يعني كابتن هيثم، سلام كانت متواجده مع الفريق النادي الاهلي في مقر الاقامه، لمست الامور كتير جدا من الامور الدوافع النفسيه اللي بيشتغل عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي، دور الكابتن طارق الغنام كابتن احمد الجرحي مع اللاعبين. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار قبل انطلاق المباراه. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. طب فاروق انا عايز اسالك سؤال معلش، امبارح شفنا في المباراه لجوء الحكام في اخر دقيقه ونص للفار كره السله او الفيديو، احنا ما بيتقالش عليه فار في كره السله بيتقال عليه فيديو، فهل ده موجود النهارده ولا انت ما عندكش معلومه؟ لا احنا اتاكدنا من هذا الامر ان بالفعل هيبقى موجود تقنيه الفيديو في هذه المباراه، ان شاء الله هتبقى موجوده في هذا اللقاء يا كابتن عيسى. طب هل برضو من ناحيه الاحصائيات هل عندك معلومه مين المرشح يبقى هداف البطوله؟ لان طبعا بيبقى بشكل كبير بدات الموضوع يقرب، ان لم يكن هي هتكون ما بين الاجانب طبعا، لانه الاجانب هم اكتر او اللعيبه المحترفه بتبقى هم اكتر تسجيلا للنقاط. هل عندك معلومه المنافسه مع مين؟ هل من النادي الاهلي حد داخل ولا ما عندكش معلومه بده؟ يعني اقدر احسم لك الامر بالنسبه في فريق الكويت الكويتي، اللاعب جيمس داري الوع واللاعب البوسني كيكانوفيك واللاعب عدنان الشمري من اللاعبين اللي نسبه التهديف عندهم عاليه في الاحصائيات. ايضا من جانب النادي الاهلي طبعا يعني هيتضح لينا برضو خلال هذا الامر ان العدد لعيبه النادي الاهلي اللي هتكون موجوده في هذا التصنيف، لكن ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. فاروق صلاح وسلام حامد مراسلنا من ارض الملعب، فعلا بشكركم شكرا جزيلا، مجهود تشكروا عليه، تعبانين معانا النهارده يعني، وان شاء الله يبقى يوم سعيد على جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن سيد اجل حضرتك. يمكن المقارنه ما بين الاجانب في الفرقتين مقارنه قد يراها البعض يعني مهمه، يعني هي النهارده زي ما بيقولوا فاكتور مهم في المعادله او عامل مهم في المعادله، شايف الكف مين ارجح ولا هي بالسكور ولا مش بالسكور؟ لا هو برضو خلي بالك مش بتبقى السكور قوي، لان ممكن لعيب بيلعب مثلا، احنا عندنا في النادي الاهلي اثنين لعيبه عندنا ما بيلعبوش نفس التايم اللي بيلعبوا في لعيبه الكويت، فالنهارده مايكل تومسون مثلا بيلعب مثلا 20 دقيقه ماكسيمم، في كوادي بيلعب 20 دقيقه، فهتلاقي مايكل تومسون بيحط 12 بونت 15 بونت، في كوادي بيحط 10 بونت 12 بونت، لكن لما لعيب زي جيمس فيلدن ده لعيب قوي جدا بيلعب، كان بيلعب في فرق جامده جدا في اوروبا، اخر جيم عامله لما يجي البطوله ده كان لعب ضد برشلونه بيلعب 40 دقيقه ويحط 33 بونت، مش معقول هنقول ان ده احسن صحيح. لا يعني كميه اللعب اللي لعبها اكتر بكتير من كميه اللعب اللي لعبها اللعيبه الاجانب عندنا. نفس الحكايه المدين كيكانوفيتش دوت اللي هو البوسني لعب 40 دقيقه امبارح، 40 دقيقه وحدد 17 بونت و10 ريباوند. في الناحيه الثانيه فكوادي عندنا ما لعبش برضه 18 بونت 18 دقيقه اسف 20 دقيقه، فاكيد مش هيعمل نفس الارقام دي. بس ده يبين حاجه بقى من اللي احنا اتكلمنا فيه، ان فرقه الكويت اعتمادها الاساسي على اثنين لعيبه الاجانب، هم يعني واحد بيلعب 39 دقيقه واحد بيلعب 40 دقيقه في الدور قبل النهائي، فاكيد هم لو خد خرج منهم او اتقفل عليه اكيد هيتهز الاداء بتاعهم بصوره كبيره. طب كابتن ايه رايك حضرتك لو نعرف الساده المشاهدين قائمه سله رجال الكويت الكويتي برضو، مجموعه اللاعبين المشاركين 12 لاعب اللي موجودين من الفريق؟ اتفضل يا كابتن سيد. في يوسف محمد الحمدان رقم 0، اسكندر خالد رقم 3 ده صانع العاب ودولي،
حمد عدنان بيلعب بوزيشن 3 اعتقد ده دولي برده رقم 5. حسين عبد الرحمن الخباز كابتن الفريق رقم 6. عبد الله محمد الشمري رقم 7. تركي حمود الشمري رقم 9. فهد عبد الله الزفيري رقم 10. جيمس فيلدن المحترف الامريكي رقم 14 ده بيلعب بوزيشن 1 2 بيلعب اي حاجه في البريمتر في بره دوت بالظبط ان شاء الله. المدينكي كانوفيتشي دوت ده بوسني رقم 15. كابتن طاهر وكابتن سلعوي عارفين الغزلاف والبوسنيين لما بيبقوا بفوتات جامدين بيعملوا ازاي. فده يعني تيبيكال مدرسه يوغوسلافيا في البيفوتات. بيفوت ناشف جدا قوي جدا تحت الباسكت بيقاتل على كل كوره. محمد عدنان رقم 21 وعلي عبد الرحمن الهدود رقم 32 وعمران جوه رقم 34. إذن هو الرهن يظل في رجال الكويت الكويتي على الجيمس فيلدن والمدين. هو طبعا اللي بيكملهم الكسندر اسكندر خالد وحمد عدنان ومحمد عدنان برضو بيلعب فترات طويله والباقيين بقى بيغيروهم كده بس يعني مش في نفس المستوى. يظل المحترفين في الكويت الكويتي هم مفاتيح اللعب في الفريق. ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يوفق النهارده ورجالنا يوفقوا. طبعا لقطات من ارض الملعب طبعا حضراتكم شايفين مستر اجوستي بوش وابتسامته المعهوده وهدوء الـ 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 الكبير. يعني طبعا نادي الاتحاد خارج من ارض الملعب يعني بنقول لهم طبعا هارد لاك. والمباراه انتهت بمباراه الزهراء ونادي الاتحاد انتهت 78-73 للزهراء. بنقول لنادي الاتحاد هارد لاك ونادي الزهراء التونسي الف مبروك المركز الثالث. واكيد هيكون في مراسم تسليم الجوائز بعد مباراه النادي الاهلي. خلينا نروح لكابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي خلينا نتكلم عن الإدارة الفنية. يمكن الكويت بيعتمد على مدير فني ألماني ومدرسة الألماني يمكن عايز مكان عايز أداء ثابت سيستم لا يخترق أداء. المدرسة الأسبانية بتعتمد أن يسيب للاعب الابتكار ويسيب للاعب لاعب مساحة أن هو يحط بصمته وشخصيته. شايف النهاردة مين المدرسة اللي ممكن تبقى أفيد للفريق؟ بس كنت عايز أضيف نقطة صغيرة جدا بالنسبة للكابتن سعيد. هو شرح موافي بالنسبة للعيبة المحترفين. لكن أنا أعتقد أن في فرق هنا أن حسب المركز بتاع اللعب المحترف. أنا مش يعني لعيب صانع لعب مش زي لعيب تحت الباسكت أو فعلا. أدي نقطة كنت عايز بس أضيفها للكابتن سعيد. هو غطى كل المراكز بس أدي أنا كنت عايز أضيفها. وبعدين اللعيب الأجنبي أنت بتجيبه عشان تستفيد منه لأقصى درجة ممكن تستفيد. حتى ال 40 دقيقة هو جاي عشان يلعب ال 40 دقيقة. صحيح واخد بالك. لكن انت بتريحه ده شغل مدرب صحيح تجهيز. الفرق بقى بين زي ما السؤال اللي كنت سالته الفرق بين المدرستين. المدرسه الاسبانيه بتدي مساحه جامده جدا للعيب انه يبدع من خلال السيستم اللي المدرب حاطه. صحيح. طب كابتن عشان خلاص الوقت قرب يروح توقعات حضرتك للمباراه. خلينا ما نروحش المباراه كلها. خلينا نقول توقعاتنا للربع الاول والثاني ايه؟ لا انا اعتقد ان هيبقى الربع الاول والثاني عمليه جس وعمليه هتبقى شد وجذب. لكن هيبقى مباراه صعبه من اولها مش هتبان الا في الثالث والرابع. كابتن طاهر توقعات حضرتك سريعا. انا اتوقع ان هيبقى كلوز جيم. هتبقى الفروق قليله وهتبقى رايح جاي يعني. كابتن شريف سريعا. هتلاقي في تنشنه في بدايه الجيم ومن الفرقتين لغايه لما يجسوا كده نبضهم واول ما اللعيبه بتخش في الجيم هتلاقي الموضوع فتح ان شاء الله. كابتن سيد هو كلوز جيم بس تكر ان ممكن حتى لو طلعنا شويه ما نستسلم يعني ما نتهاونش لان هم بيقدروا يعملوا كامباك بسهوله. صحيح. لكن هو هيخلص في الاخر الجيم ان شاء الله. صحيح. اعزائي المشاهدين ننتقل الى صاله الجيش بالبوج العرب مباراه نهائي البطوله العربيه لكره السله النادي الاهلي والكويت الكويتي. فإلى هناك.